لنقاش ملف الانتهاكات في حقوق الإنسان والواقع الذي يعيشه أهالي مدينة الموصل. ينضم إلينا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أهلا بكم سيدي. أهلا ومرحبا. اتهم موقع أمريكي الحكومة بممارسة سياسة العقاب الجماعي في المناطق المستعادة من تنظيم الدولة ولا سيما في الموصل. ما أسباب هذه السياسات الحكومية المجحفة في مناطق بعينها؟ في الحقيقة هي هذه من بداية بما يسمى تحرير الموصل من داعش الإجرامية، هي حقيقة بدأت الحقد المبيت لهذه المناطق، المناطق الشمالية في العراق. هنالك حقد من إيران وبالتوجيه من إيران على هذه الشريحة من المجتمع العراقي. نعم، هذا موجود، هذه التفرقة وموجود هذا التمييز، وهم رفعوا تقرير، الحكومة العراقية بنفسها رفعت تقرير الأمم المتحدة بمساعدة تطلب مساعدة الأمم المتحدة بالتحقيق 17,000 معتقل، ولحد هذه اللحظة لم تجري التحقيق معهم معتقلين. نعم. والاعتقالات اللي حدثت في 17,000 هي اعتقالات عشوائية. نعم. وهذه الاعتقالات تبين مدى حقد هذه الحكومة والميليشيات اتجاه هذه المنطقة، منطقة الموصل وغير المناطق الأخرى مع الأسف اللي هم سموها المثلث السني. هذه الاعتقالات يتهمون أهاليها بالتواطؤ مع النظام الدولة الإسلامية. نعم. هذا افتراء على هذه المنطقة. سيد ضياء، هذه الاعتقالات لم تشمل فقط هؤلاء المعتقلين بل شملت عائلاتهم كذلك باحتجازهم. نعم. في مخيمات هي أشبه بسجن. ما هي انعكاسات نعم. هذه السياسة على واقع المدنيين؟ نعم، هذه المخيمات اللي موجودة لحد هذه اللحظة، الناس تطالب بالعودة إلى المناطق التي حررت بما يدعون أنه حررت من داعش. لحد هذه اللحظة تمضي على أكثر من 9 شهور على تحرير المناطق، ولحد الآن الأنقاض لم تخرج من هذه المناطق ومن منطقة الموصل. المنطقة الموصل منطقة كارثية، ولهذا السبب الحكومة العراقية تبتز أبناء الموصل بعدم الذهاب لمناطقهم والسكن في مناطقهم، بغض النظر إن كانت هسه في الوقت الحاضر هم موجودين في هذه المخيمات. أختي، المخيمات لا توجد فيها كل وسائل العيش، لا يوجد فيها سكن، لا توجد فيها مدارس، لا توجد فيها مسائل صحية، ولا توجد فيها رعاية اجتماعية. كل ما يحدث في المخيمات هو ابتزاز لأهالي الموصل، لأهالي المنطقة. وأهالي المنطقة في الحقيقة هم لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا يملكون القدرة على هذه الحكومة، والمجتمع الدولي هو ساكت ويعرف بما يحدث في الموصل والمناطق الأخرى. وجه آخر من هذا الابتزاز ما أكده نواب في البرلمان، نواب عن نينوى، وأن الأحزاب المتواجدة في الموصل تفرض إتاوات على الأثرياء والدوائر. من المسؤول عن هذا الانفلات الأمني؟ وأي قانون يحكم الموصل في ظل انتشار هذه الظاهرة؟ القانون الذي يحكم الموصل في الوقت الحاضر هي الميليشيات والحشد الشعبي. المسيطر المباشر هو الحشد الشعبي. الحشد الشعبي هو الجهة المسؤولة عما يحدث بالموصل. الحشد الشعبي والجيش العراقي لا له سيطرة على هذه، لا توجد جيش عراقي. احنا نكذب على نفسنا ونقول اكو شرطة واكو شرطة محلية، هذه لا توجد. توجد عصابات إرهابية موجودة في هذه المناطق، يبتزون أبناء الشعب باعتقال أبنائهم وابتزازهم بأن يوصلوا رسائل أو الإفراج عنهم بمبالغ، وهذا نعرف وكل العالم يعرف بهذا الشيء. هذا الابتزاز يحدث يوميا في العوائل الذي اعتقلت أولادهم، ولحد هذه اللحظة بعض العوائل لا يعلمون أين هم أبنائهم أو آبائهم. لحد هذه اللحظة أنه اختطفوا من قبل الميليشيات والحشد الشعبي، ولحد هذه اللحظة لم تعرف أهاليهم أين هم. هسه موجودين في بغداد أو موجودين في الموصل أو في أي منطقة موجودين من العراق. مع الأسف الحكومة العراقية هي ترتكب جريمة بشعة
أمام هذه المنطقة والعالم والأمم المتحدة وكل العالم يرى هذا الموضوع، ولكن لا يحركون ساكن لأنهم متواطئين مع هذه الحكومة، لأن الحكومة احنا نعلم الحكومة مدعومة من ثلاثة جهات، من إسرائيل وأمريكا وإيران. هذه نعم. حقيقة لازم نعرفها، والشعب العراقي يعرف هذا، كل شيء كل عراقي يعرف هذا الشيء. لهذا السبب لا يمكن الخلاص من الأزمة الموجودة في العراق إلى ما يبدأ وعي عراقي جماعي على ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في كل العراق، ليست في المناطق الشمالية وأيضا المناطق الجنوبية من العراق. هذه الانتهاكات اللي لازم يحصل وعي اجتماعي وانتفاضة جماعية ضد المرتزقة الموجودين في المنطقة الخضراء، وضد السراق الذين يسرقون باسم الدين وباسم الأحزاب هذه الدينية البائدة. حقيقة هذه الأحزاب الطائفية التي أتت إلى العراق بعد الاحتلال، والطائفية أتت للعراق بعد الاحتلال. الطائفية لا أقول أنه لا توجد شيعة وسنة، ولكن كانت الشيعة وسنة متعايشين مع بعضهم في العراق، لكن بعد الاحتلال بدأت النعرة الطائفية وبدأت الاعتقالات على مود الاسم والطائفة، صارت الطائفة والاسم أغلى من الوطن. أشكرك جزيل الشكر أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت ضياء الشمري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.